تختار السعادة في السكون وفي الخمول وفي الرقود. تختار السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود، في أن تعيش حياة كما يراد لا أن تعيش كما تريد. أيها الحضور الكريم، سلام عليكم من الله الرحمن الرحيم. السلام. حدثني والدي حفظه الله عن أحد القصص التي عايشها عن رجل أمن كان يعمل في بوابة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وفي يوم ما، وهذا حارس الأمن يقوم بعمله حتى أتت سيارة للدخول إلى حرم الجامعة، فقد أوقفها. عفوا سيدي، هلا أعطيتني ما يثبت أنك مصرح لك بدخول هذا الحرم الجامعي؟ فنظر إليه هذا بازدراء وقال: من أنت؟ قال: أنا حارس أمن. قال: من الجيد أن تعرف حدودك، هل تعلم من أنا؟ أيا كان فأنت رجل، أريد ما يثبت أنك مخول بدخول هذا المكان. أنت قد تجاوزت حدودك، مهنتك أن تتعامل مع مثلي وتفتح بوابة وتغلق بوابة، فمثلك يعمل ها هنا ليخدمني. أنا دكتور ها هنا ومعروف، أنا فلان ابن فلان. عفوا عفوا، أقل ما تقول لمثلي، ولكن هذه لك، فأنا أعلمك، أنا أسمع وأتكلم وأنت تتعلم. حينها أحس بغبنة، لأنه من كان من أسرة كريمة وذو نفس حرة، أتى أقسم بأن لا يدخل هذا الدكتور، وأصبح الأمر عنده، فأتى المشرف وأتى الزملاء، تدخل ما تدخل، قال ليريني بطاقته على الأقل. ها ها ها، تفضل تفضل. وأصبح حاقما علي، هزت عليه نفسه، قال: نفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وأهان بأمني في وظيفة شريفة وأهان. حينها ذهب إلى إدارة الموارد البشرية، كتب استقالته وقدمها للموارد البشرية، قال: والله لا أبقى في هذه الوظيفة بعد اليوم، وسأتخرج من هذه الجامعة لأريه قدره. ذهب، لم يكمل مرحلته الثانوية، فأكمل ما عليه من المرحلة الثانوية. لم يكن بذاك المستوى في التعليم، وقد كان من متوسط إلى أقل من ذلك، وأقسم عليه أن يبر بقسمه. أكمل الثانوية بعد مجاهدة ومكابدة، دخل جامعة البترول. ومن المعلوم عن جامعة البترول يا أهل الجامعة، لا تعرف أكثر شيء إلا بشدتها وكثرة طردها، وهذه سمعة قد يقول لأنها لتصفية النخبة. فما تتوقعون بأنه عمل؟ طحن في السنة الأولى، السلام ورحمة الله وبركاته. ثم في السنة الثانية بدأ في مادة يطلع، في مادة أخرى يطلع، وفي مجاهدة. هل تتوقعون أنه نهى الجامعة؟ نعم. وهو طول الطريق وطول المسيرة يقول: نفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. لم يكمل الجامعة ولم يكمل البكالوريوس، لأنه أكمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بل وأصبح يدرس في الجامعة. بعد سنين التقيا، فلما أصبح مدرسا للجامعة ثم أستاذ مساعد فأستاذ مشارك، وسكن في حرم الجامعة، وصادف بأنهما كانا في نفس الحي في الجامعة، فأصبح يتقابلان في المسجد، وعندما ذكره بنفسه اعتذر وقال: عذرا لوقاحتي فلم أكن أعلم شيئا. قال: لا تعتذر، بل الشكر لله ثم لك، فلولا ما أحرقتني به لما فاح طيبوني. مثل هذا بماذا يذكرنا وبماذا نتعب منه؟ من يقول: نفسي نفس حر ترى المذلة كفرة، وهناك من يقول بأن السعادة في السكون في الخمول في الخمول. هذا الشخص يؤمن بالكيان ويؤمن بالذات، فالذات هي الكيان، ومن آمن بالكيان أتى بالبرهان كما فعل صاحب العقل والجنان، وأتى بالبرهان لدحض البهتان، حتى وإن كان هذا البهتان بأفصح أو أقبح البيان. فالبيان جميلا فلا يكون إلا قبيحا أو فصيحا فلا يكون جميلا. بعد هذا
أصبح زميلا له وأثبت وجوده، بماذا يشعر؟ قالوا بأن السعادة في السكون وفي الخمول. أين سعادة الخمول؟ حينها قد كان هذا فجر جديد انبثق نوره في حياة هذا الشخص، فبدأ علم شعر بالسعادة لأنه علم بأن من يؤمن بالكيان عليه أن يؤمن بذاته، ويعرف بأنك أنت أنت، وهذا أسمى ما كانت تتصف به العرب. فعندما يريدون وصف رجل لا يقول أنت كفلان أو أنت كذا، بل يقال أنت أنت. فآمن بأنه هو هو، وبأن كيانه ليس كغيره، فله رسمه واسمه وبصمته، خلقه الله بطابع خاص وبنكهة خاصة. وبعد ذلك نظر إلى العالم فوجد أن المجتمع يقبلون عليه، لأنهم كانوا ينظرون له ولسان حاله يقول أنت أنت. فمن يؤمن بأنه ذات كيان وأنه هو هو دون سواه سيتقبله المجتمع، بل ويتعايشون معه، تعايشوا معه، فلم يصبح نسخة من غيره، لأنه يؤمن بأن النسخ أحدها زائد، فأصبح كيانا خاصا بذاته متفردا. ثم عمل ما أحسن فكان له قيمة، كما يقول علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما أحسن فكان له قيمة. مثل هذا الذات ألا يحتاج إلى تعزيز؟ ألا يتطلب واجبات؟ وله ثمن، ثمن وعطاياه، وتعزيزه وواجباته أولا بأن تتقبل ذاتك بأنك بشر وكمالك في نقصك، فأنت بشر كامل. يقال بأن الكمال لله وحده، وأقول نعم، فكمال الله كمال مطلق، وأما كمال البشرية في نقصها، فالبشر كالهلال، ولا يكون الهلال كاملا إلا بنقص ضوء القمر. فتقبل نفسك كما هي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، آتاك بفضله وآتى غيرك وخص كل بطابعه. ثانيا، عمل على إحياء الميت. أحيا الميت، يقول الرجراجي لأن الميت هذا من؟ من هو الميت؟ من هو الميت يا أهل العقول النيرة؟ فالميت هذا متى ما أحييته أنار فكرك وهدى قلبك، الميت هذا هو العلم. فالعلم ميت ويحيي التعليم، فإن حي فإنه خبير، وتظهره المذاكرة، فإن ظهر فإنه ضعيف، وتقويه المناظرة، فإن قوي العلم ذهب ونظر إلى العمل، فإن وجده أو ارتحل، لأن العلم عندما قوي أصبح كيانا، فلم يؤمن إلا بوجود عمل يطبق، وإلا فهو زائد ولا ينقص قدره. فأحيي العلم، اقبل ذاتك، أحيي العلم، ثم إذا أردت العلو والقمم فلتعلم بأنها لا تأتي إلا بإصرار وهمم. فلولا الناس، لولا مشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والأقدام قتال، الجود يفقر والأقدام قتال. فنعود إلى صاحبنا ويقول لمن قالوا بأن السعادة في السكون وفي الخمول، وفي الخمول بأن تقول كما يقال، فلا اعتراض ولا ردود، في أن تعيش كما يراد ولا تعيش كما يريد كما تريد. يقول الحياة هي التحرك، الحياة هي التحرك، الحياة هي التحرك، فلو أني بقيت جامدا هنا لظننتم أني صنما لولا هذا التحرك. فيقول الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، الحياة هي التحرك للسكون والغموض، وهي التلذذ بأن وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالعقود، وهي أن تحس بأن كأس الذل من ماء صديد. هذه الحياة وشأنها من عهد آدم للجدود، هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود، هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود. فإذا سكنت إلى السكون فلذ بسكان اللحود، أفبعد ذاك تظن أن أخ الخمول هو السعيد؟ أفبعد ذاك تظن أن أخ الخمول هو السعيد؟
أترك لكم الجواب وعودة لك.